عندما يذكر الله يا أحبابي لنا شيء في القرآن نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدق. طب إذا أقسم عليه، يعني الله بحاجة أنه يقسم يا جماعة، لكن يقسم ليثبت لك أمر سيحدث يوم القيامة. والعجيب أنه لم يقسم بأي شيء، أقسم بأعظم ما يقسم به، أعظم بنفسه جل جلاله. يعني شوف عظمة الأمر، الأمر عظيم. يقسم بنفسه في كتابه أنه سيحدث يوم القيامة حدث. ما هو الحدث؟ لما الذين ينكرون البعث شكوا في أن الله يبعثهم يوم القيامة، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيرد الله عليه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. شوف يا أخي، أنت لما تعرف ماذا كنت أصلا ثم تكونت، والله تستصغر نفسك، وهنا تبان لك عظمة الله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال فوربك، يقسم هنا بنفسه، لنحشرنهم هؤلاء الذين أنكروا البعث، والشياطين مع شياطينهم الذين أغووهم. ولذلك شوف، أنا لما أقول لك نعمة التوحيد تمسك فيها حتى لا يصل العبد إلى هذه المكانة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية. إيش معنى جثية؟ ساقطون على الركب من شدة الخوف. يا له من موقف رهيب، وكيف لا يخافون وهم قد أتوا إلى يوم القيامة، دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900 مليون ملك يسحبون النار يا إخوان. ثم بعد ذلك يجري عليهم العذاب. يزداد خوفك عندما تكمل الآيات إلى أن تصل إلى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال الله إن منكم، هنا لم يستثني الطغاة وغير الطغاة، حتى الأنبياء حتى الصالحين حتى الشهداء حتى الصديقين كلهم يردون على جهنم. ما هي جهنم؟ هي حفرة. كم عمقها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت ضربة وجبة، فقال تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، ليش الحفرة هذه اللي غوطها وعمقها 70 سنة؟ الحين الطيارة اللي فوقك هذه لو ترمي حجر كم يستغرق من الوقت حتى يصل إلى الأرض يا أخوان؟ ثواني. ومع ذلك تخيل نار حجمها من الطيارة إلى، ثم ماذا ينصب عليها؟ صراط أدق من الشعرة، أدق من الشعر يا إخوان. الطريق الوحيد فيها صراط أدق من الشعر، أحد من السيف، وله روغان، وحولك لليب. ألا تخافون من الله عز وجل؟